أهلا بكم من جديد. أمال كبيرة معلقة على العلاج الواعد بالخلايا الجذعية لعلاج كثير من الأمراض المستعصية، وفي إطار التقدم بهذا المجال أعلنت جامعة كيو اليابانية أنها نجحت في زرع خلايا جذعية بشرية لدى مريض لعلاج الشلل إثر إصابته الحادة في النخاع الشوكي، وهي المرة الأولى في العالم التي تطبق فيها هذه التقنية على هذه الحالة. وزرعت للمريض خلايا عصبية وخلايا سلفية مشتقة من الخلايا الجذعية بعد برمجتها وراثيا لتتكاثر في أي نوع من الخلايا، وحازت هذه التقنية جائزة نوبل للطب عام 2012. وأوضحت الجامعة في بيانها أن الهدف الأساسي لهذه الدراسة السريرية هو تأكيد سلامة وفعالية استخدام هذه الطريقة في العلاج، وتتولى لجنة مستقلة من الخبراء تقييم البيانات من المريض. المشي السريع مهم جدا ويحمي من أخطار كبيرة، فقد كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة هم الأقل عرضة للإصابة بخطر الإصابة بأمراض القلب. وأشارت الدراسة إلى أن سرعة أداء الأشخاص عند المشي تلعب دورا كبيرا في صحة القلب. وقد تابع الباحثون في دراسة تابعة لجامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية البيانات لـ 25 ألف امرأة فوق سن 50 أبلغن بأنفسهن عن سرعة مشيهن، ونشروا نتائج الدراسة في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، وقالوا إن القلب يصبح ضعيفا جدا أو متصلبا بسبب نمط الحياة غير الصحي. ومن الممكن أن تساعد عادة مثل سرعة المشي على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة أن حالات الإصابة بأمراض القلب ترتبط بشكل وثيق بالوفاة المبكرة. كما يمكن أن تساعد الدراسة أيضا على تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكسور القلب عن طريق قياس وتيرة المشي ومدى تحمل الأشخاص للمشي بسرعة لمسافات متوسطة وطويلة، وبناء عليه يتم تحديد مستوى اللياقة البدنية ومدى تحمل القلب لهذا المجهود. كشفت دراسة حديثة أن تناول الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومنها سرطان القولون والمستقيم والمعدة والمريء والبروستاتا، وذلك بعد مراجعة مجموعة من الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية نتائج 11 دراسة تجريبية، فضلا عن مراجعة نتائج 131 دراسة غير تجريبية. وأوضح البحث أن مركب الكاتيكين، وهو مادة كيميائية نباتية غير مكلفة وسهلة الاستخدام وآمنة، يعتبر المكون الحيوي الرئيسي في مادة مضاد الأكسدة الموجود في الشاي الأخضر، وأن معظم التأثيرات المضادة للسرطان عن طريق الشاي الأخضر تتم بواسطة مركب الكاتيكين، كما أن الشاي الأخضر مرتبط بالصحة الجيدة وفق الدراسة. كشف تقرير عن وفاة أكثر من 1,200,000 شخص منذ عام 2019 عبر العالم نتيجة تزايد قدرة البكتيريا على المقاومة نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية في العلاج. فقد حذرت دراسة جديدة من تنامي خطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، وأفاد التقارير بأن الدول الفقيرة هي الأكثر عرضة لظاهرة مقاومة الأمراض، فالاستعمال المفرط للمضادات الحيوية لعلاج أنواع بسيطة من العدوى في السنوات الأخيرة قلل من فعاليتها أمام أنواع العدوى الخطيرة، وهذا ما جعل الناس اليوم يموتون من عدوى اعتيادية كانت من قبل قابلة للعلاج، لأن البكتيريا المسببة لها أصبحت الآن قادرة على مقاومة العقاقير. جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات بسبب المضادات الحيوية في سنة واحدة تفوق حصيلة وفيات مرضين خطيرين كالإيدز والملاريا مجتمعين، والتي لا تتخطى 1.5 مليون حالة وفاة.
وقبل الختام أرجو أن تحرصوا على حصة يومية من الشاي الأخضر لفوائده الصحية، وخاصة الحد من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا. كما أن التعود على المشي السريع يجنبكم كثيرا من المشاكل الصحية، خاصة أمراض القلب. لا تنسوا زيارة قسم مع الحكيم على موقع الجزيرة مباشر على الإنترنت، كما يمكنكم التفاعل معنا عبر منصاتنا على فيسبوك وإنستغرام وتويتر. مشاهدينا الأعزاء، أشكركم جزيل الشكر على المتابعة. دمتم بصحة وخير، وألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.